لا ليه اللي حصل؟ والله العظيم شد عليا، والله وجعاني. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل اللي فاكر فاكر، وانا بدور على فصل المتفوقين عشان نلعب فيه. في انت ليه الدرجه دي منهار من اوجاع الناس؟ طيب نتعرف على الفريقين اللي ربنا يستر النهارده معانا. وليد المغازي، عبد الرحمن محمد. اسم الفريق ايه؟ علاء مرسي. يبقى اسم الفريق علاء مرسي. فريق علاء مرسي، اسم جميل. معانا بقى هنا اياد الموجي، وجنبه حليم. ايه اوديو في واحد بيخان لايك ازرق هنا. اسم الفريق بقى هنا ايه؟ التهكير خسرنا كتير. كتير عشان عصام الجن وكده. أيوة. امتحان النهارده امتحان سهل جدا ولذيذ جدا، هيبقى عن زي ما انتم شايفين كده الفلسفه. دي الفلسفة؟ افتكرت ده اللي هو فيثاغورس. مثلا قرطك كانت كبيرة قوي وانت صغير. زرعت. كوكب الطرح. فالأسئلة كلها عن الفلسفة. الفقرة الأولى هي فقرة ارزع. تختار من هنا 10 20 30، جبت صح تاخد الدرجة، جبت غلط تنقص نص الدرجة المكتوبة. هو إيه اللي حصل؟ لا نمت غلط. مين يبدأ يختار؟ ايات عايز تختار؟ ماشي يبقى نختار من هنا. انا فهمت. 20 في النص. 20 في النص. 20 في النص. عارفين يعني ايه اختبار الذكاء في علم النفس؟ والله العظيم يا اخي كنت فاكره. استنى بالله عليك، بالله عليك. اكيد مش ده في الفلسفه اسمه كده اكيد. لا هو قوله اي كيو. اي كيو يا عم طلع اي كيو. هتاخدوا سؤالين اي كيو تيست. ده ما كانش سؤال. ايه ده اللي احنا هنجنا فيه المده ده؟ مش نفس احنا هنجنا في اسم الاي كيو تيست. لو بتجري في سباق وعديت فيه الشخص اللي في المركز الثاني، فانت كده في المركز الكام؟ حاسس من سهولته. مش حاسس اللي هو حاجه، بس الحاجات الشقيه اللي هي بتاعت السمك ما بيغرقش. ما تحل على الفيل الاول وندخله الثلاجه الاول ان شاء الله. لا استنى. طب استنى الثاني. انت عديت الثاني، بقيت انت الثاني. هو يا باشا ايه ايه اللي مش هو بقى معايا عشان. طب لسه في سؤال تاني. يا ريت. اي شهر في السنه في 28 يوم؟ فبراير. بس استنى بقى، مش دي الاجابه. مش دي الاجابه. لا لا مش دي الاجابه. احنا بنتناقش. هجيلك خلاص. ده عيد عندهم الاجابه اكيد. ماشي اقول لك يا صاحبي. قول لي انا. طيب فقط ولا 28 بقى؟ انا قلت فقط. لا كل الشهور تحتها. كل الشهور. شكرا. صح عارف. خدتوا نص درجة هنا نص درجة هنا. اتفضل. اللي تحت خالص على اليمين دي ما تقول رقمه يعني. وايه اللي تحت خالص؟ واقف قدام تلاجة انت في الحلويات. سبحان الله. اي كيو تيست تاني. يلا يا باشا. انا هتجاهلك عامة. اي كيو هتجاهلك احسن لي واحسن لك. عمل لك ايه؟ شاور لي بصباعه. شاورت له بصباعك ليه؟ لا. عمل لي اسيست فبقول له انت اللي. سؤالين برضه. اذا كان لديك وعاء يحتوي على 6 تفاحات، قمت انت رايح واخد منه 4، انت بقى معاك كام تفاحه؟ استنى، الوعاء ده بتاعي ولا مكتوب باسم حد تاني؟ ولا كان قديم عشان دفع. هو الوعاء ده لو يخصني يبقى انا معايا 6. الوعاء ده بتاع الوعاء ده بتاع مين يا ريس؟ هقولها تاني. في طبق في 6 تفاحات، راح اياد خد 4. اياد معاه كام؟ اقول 4. 4. 4 اجابه صحيحه. امال ليه مكار؟ هل يجوز للرجل ان يتزوج اخت ارملته؟ اخت ارملته؟ ايه الارمله؟ ارملته يا ابني هو توفى. انت غبي يا اسطى. بفكر في ايه؟ صح صح صح. ثواني بس ثواني. امان بطل حركاتك دي. قالك ارملته. دي في ال 30 يا باشا. يلا حلو. جالي في الحته اللي انا نفسي فيها. عارفين لعبه افلام؟ هي بقى زي لعبه افلام. يلا بدون كلام. ولكن فوبيا. عارفين الفوبيا اللي هو يطلع حد من كل فريق؟ هقول اسم فوبيا، شخص هيمثل هي فوبيا ايه. النوموفوبيا. هي مش اول حاجه هتيجي في دماغي بدون كلام. فوبيا بتتعمل مش كده؟ مش. لا ما هو عارف ان احنا فوبيا. ايه تخاف من ان حد يتصل بيك التواصل خفية والتواصل؟ تعمل حاجه ثانيه. مش عارف قصدك يعني. بدا يتعصب. انت بتعيد العمليه. انت تعمل امثلها له انا معلش. بتتكلم في التليفون. ادمان الاتصال ادمان الهاتف وادمان مين مدمن الاتصال؟ مين بيعرف عشان يتكلم امه؟ مش جايه معايا. مش جايه معايا. خش على اللي بعدها. موبايل. ايوه انا عارف. ادمان الهاتف يا صاحبي. ايوه ادمان الهاتف. ايه ده بس كده؟ فايه؟ لا ما جابش حاجه لسه. اللي بعده خلاص خلاص. دي الخوف من البقاء بدون هاتفك المحمول. خوف من البقاء بدون هاتفك المحمول. ايه كل ايه الفوبيا دي؟ جلوبوفوبيا. دي عالميه الفوبيا. ما تضيعش وقت اخلص. ماشي. ايه الخوف من من البالونات؟ اهي شكرا. ايه ده؟ ايه السهوله دي؟ سهله قوي. يعني ايه حد ليه حد ممكن يحب البالونات؟ ما في ناس دبنوفوبيا. ماشي دبنوفوبيا. طب عارف البيت ده بس له هنا؟
من الاكل ازاي؟ اه خوف من ان حد يشاركك في الاكل بتاعك. ماشي عيني عليك. ماشي عيني عليك. ماشي جاهز؟ يلا يا باشا. حليم اللي اتفقنا عليه. ماشي. الكتروفوبيا. كتروفوبيا. ايه ده؟ هو مش حاجه غلط؟ لحظه لحظه. ده التمثيله بس. فراخ. الخوف من الفراخ. عاش عاش. يلا بقى. ده منين ده؟ ماشي. ممكن تقعد شويه. كم راح عليا. ديكستروفوبيا. انا مجنون. مش رايح لك. اخش يمين. دخلت يمين. ايوه. لا فاتخضيت. ايه ايه بقى الخضه؟ الصوت يا ابني. اشمعنى هخش يمين؟ ما اخش. هو ده الخوف من اتجاه نحو اليمين. بيتكلم بيقول لي هو ده. عصبني ده. انا مش طايق نفسي. ايه ده حليم؟ متعصب قوي. هنجيبها هنجيبها هنجيبها. طيب متعصب قوي يا مشاكل في الشغل يا اتصرف. البترونوفوبيا. واحد زغزغني. بص بيعملوا بقه. بيعملوا بقه. بص خايف منه. استنى. ماشي. راح فين؟ بفكر اعملها ازاي. ايه ده؟ بتفكر زي مسلسلات اللي هو في موضوع مجنني. اعملها ازاي؟ شوكتني. في موضوع مجنني. زغزغتني. شوكتني. خربشتني. الفراخ. دبابيس. دبوس. صدر. بقول الفراخ. جلد الفراخ. جلد دهن الفراخ. واكل الفراخ. انت ما بتعمله كده. لحم الفراخ. مخالب الفراخ. مخالب الفراخ. الفراخ. جناح الفراخ. زغزغت الفراخ. تشيكن بوكس. البط. عمتها مش عارف. كفايه المهزله دي والله. طب ايه هي؟ نشوفها على بس. ايه مثلها مثلها يا وليد. اعملوا كده بقى. فراخ. ريش الفراخ يا صاحبي. لا لا لا. الريشه دي اي حل الحلاقه. الدغدغه بريش الفراخ. الله عليك. شفت يا باشا ايه الحلاقه في كده؟ ايه الحلاقه في كده؟ نسيت انت في ريشه. اتفضلوا. 30 اول واحد. سؤال مشترك. اوه. شويه مقولات واقاويل فلسفيه. انا هقول المقوله اللي هيرزع الاول هياخد فرصه في انك تشرح لي الدنيا معناها ايه، ولو عارف مين اللي قالها يبقى يا سلام بقى، يمكنك اكتشاف اكتر عن شخص ما في ساعه من اللعب مقارنه بسنه من المحادثه. دي صح ولا غلط؟ ما احنا مش صح وغلط. طب ما احنا ايه؟ انت رحت فين؟ يا ابني ما هو ما هو ما هو قال لما قلت سكت. يا ابني حرام عليك يا ابني، انا رقبتي تعباني. سيبه يحل صح وغلط لوحده. اه والله العظيم. زي السفر كده اللي هو زي السفر بيبان الناس. لو مع بعض هعرفك اكتر. نقول سيجمنت فرويد مثلا واتوكل على الله. لا لا واحد من المشهورين عامه. حد مشهور؟ حد قديم ولا جديد؟ ستريمر على تويتش. والله قول لي بس وهقول لك مين. والله ستريمر كده. مين؟ عشان هو كان بيحب الاستيميشن فهو الملك فاروق. ليه؟ كان بيحب الاستيميشن والله. ايوه ده ليه انت هو كان قاعد مع اصحابه قال لهم يا جماعه على فكره طبعا يا ابني والبنك. فهو يقعد مع ناس بتشتم عشان يقف مع دينهم وهو بيلعب استيميشن. ده قرار فردي طبعا. اللي هو عمله ده قرار فردي، انا ماليش دخل بيه خالص. سقراط. لا قول اللي تعرفه. سقراط. افلاطون. بس هو ده. هو كل مره بيجيبهم كده بالبين ده على يفتح الحجز يشوف في مين يقوم جايب افلاطون. مش لاقيين صاحبها زياره. الفار والقط على بعض يولفوا، القط اذا حب الفار ولا عمره يخوفه. بس السمرة مثلا. لا مين اللي قالها؟ انا اقول صعب. ده معناه ان القط والفار رغم كرههم لبعض والستيريوتايب ان احنا دايما بنشوفهم في توم اند جيري بيضربوا بعض وكده، فهم ابعد ما يكون عن الحب. ولكن الدراما دي الدراما. ولكن لو حبوا بعض. هو انت لو عرفت مين اللي قال الجمله مش هتقول الكلام ده. لا ماشي، ده تفسير لذيذ جدا حلو تاخد عليه درجات، ولكن مين اللي قال بقى؟ ماشي هنسمع المقوله. الفار والقط على بعض يولفوا، والقط اذا حب الفار ولا عمره يخلفه. شعبان عبد الرحيم. شعبان عبد الرحيم فيلسوف الاغنيه الشعبيه يا باشا. ده ما حدش قال الكلام ده غير فيلسوف. ايه شعبان رحيم هو قاعد بيقول لك الاستيريو تايبنج بتاع القطه والفار. عايزين نكسر النمط. انبسطنا؟ نمينا درجات؟ يلا نخسرها. الفقره الثانيه الحمد لله عشان رقبتي. امتحان مفاجئ. طب يا بهوات انتوا كمان اكتبوا لي في الكومنتات المقصود بالجمله دي، اللي اوله كفته اخره سيخ. سهله وجايبها من العالم بتاعكم عشان ما تستهبلوش. ويا ريت تكتب لي كمان مين اللي قالها، احب اعرف انتوا مركزين قد ايه وسايبين مذاكرتكم مركزين في الحاجات دي قد ايه. يلا امتحان مفاجئ. ده امتحان بيتغير كل مره، بدور فيه كل مره على حاجه مختلفه بقى. بدور فيه مره ببحث ماشي عن الفريق اللي يعرف القطه وهي طايره. اللعبه عباره عن طلع الكذبه فين. هدي كل فريق ثلاث معلومات. حليم مثلا ياخد ثلاث معلومات يقولهم للفريق ده. صعبه الفريق ده.
الفريق ده يحاول يعرف انهي واحده فيهم الغلط. لو هم مذاكرين هيعرفوا بكل سهوله، وانت بقى محتاج تتوههم لو هم بيسالوك حاجه بتاع. تعالى لي بقى دي لعبتي. دول التلات معلومات بتوعك. تعريفات فلسفيه: الاستطيقه هي علم التحليل بالمنطق. الوسواس القهري هو نمط من الافكار والمخاوف غير المرغوب فيها تسمى الوسواس، وتدفعك تلك الوساوس الى سلوكيات تكرر فيها فعل الاشياء. ثالث واحده: العدميين هم اصحاب مبدا الحياه لا معنى لها. انا زي حليم كده. الاثنين التانيين صح. الاولى غلط. الاستطيقه. الاستطيقه اللي هي ايه؟ اللي هي علم التفكير بالمنطق، علم التحليل بالمنطق. معلش غير بالمنطق غلط. ان كان العدميين هم اصحاب مبدا الحاله معنى دي معروف. بس خلاص كده حذفت لنا اجابه يعني. هو انت ايه ده؟ المفروض تزاولهم. ما استنى، ما دي خطه. خيبك مهمين برضو اللي بيقول لك مش مصدر يعني الفيديو رياكت. الاستطيقه هي علم التحليل بالمنطق، دي غلط. دي غلط يعني اللي هو يعني من عندك يعني عشان خاطرك يعني. الوسواس القهري بقى ايه؟ هو نمط من الافكار والمخاوف تدفعك تلك الوساوس الى سلوكيات تكرر فيها فعل الاشياء. صح زي ما احنا عارفين. طب احنا عند اجابات مهمه. تمام راجل اكد علينا. الاولى الاستطيقه دي غلط. تكلم مش عارف اسمها الاستطيقه يا كابتن الحسن. مفيش حاجه اصلا. لا في استطيقه. في حاجه اسمها السبرنتيقه تقريبا. دي في عربيه. دي في عربيه. ايوه والله العظيم في حاجه اسمها السبرنتيقه. انا كنت فاكر ان انا لما اقول لهم الحاجات صح كلها هيقولوا ايه ده، مستحيل يكون بيقول لنا حاجه صح. مش مخنع للدرجه. ده زي الحارس اللي بيعمل كده اللي هو شوطها هنا. مش مكتوب عندك الكلام ده، انت بتفتي دماغك ليه؟ انت بتفتي عليه ليه؟ ما هو بيحق يا عم. هو والله انا عامل ايه؟ بص وشه عامل ازاي؟ مش مقنع. بقول لك ايه، اول واحده غلط وتنسك يا ريس. الحمد لله احنا كسبنا اظن خلاص. هو جايب لك حاجات سهله معاه. اخر اتنين دول سهلين قوي. العدميين دي باينه قوي. علم الجمال. استطيقه علم الجمال. ايوه ايوه ايوه. بص هم يعملوها ازاي. اتفضل بص اللعب الالفاظ بقى. مفهوم الدعكه. مره ايه اقول كده بجد. اول حاجه معانا مفهوم الدعكه هو اول قانون من الفلسفه البوذيه اللي بينص ان الحياه معاناه. اكيد طبعا الفرق من الدعكه انت تسلخات وقصه. تاني حاجه انه اسم بيتقال على رخصه من التراث الشامي. تالت حاجه انه الدعكه معناها في اللغه جماعه الابل. معلش اقول تاني موضوع الابل ده. يا اما هو نوع قانون من الفلسفه البوذيه. ماشي. اللي بيقولوا ان الحياه معاناه فدعك. انا اميل لده الصراحه. مش يا استاذ جورج قرداح. الثانيه ايه؟ جواب صح. صاروا دعكتين. يا اما اسم بيتقال على رقصه من التراث الشامي. لا دي الدبكه الثانيه دي. ممكن. ايه ده يا فاجر؟ ايوه عيب عليه. احتماليه وكبيره ان يكون معناها في اللغه جماعه الابل. يعني مرات الجمل يعني جماعه الابل. الجماعه بتاعته جماعه. ده الابل ودي جماعه. انا الابل ودول هو دول. خش جوه دعك. خش يا دعك. الابل بيطلع التليفون ويرد على الدعك. ممكن اكلم البنك او حاجه بالله عليك. الدعكه اللي هي الرقصه دي دي غلط. دي غلط. دي 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 الدعكه. والدعكه هي جماعه يا عم. انت مالك انت غريب قوي. احنا عندنا مثلا تحطيب وتعقيب، فهل الشم ما عندهمش غير دبكه؟ بس ده ممكن يكون بيحور. ده بص وشه عامل ازاي. لا انا متعصب ان انتم معديين الاولى يعني. انا متعصب ان انتم الهندوس. الحياه صعبه يعني. دعكه دي معصبه. ايوه والله صعبه الدعكه. بص الحاجه الغلط اللي فيهم بتاعه البوذيين. بتاعه البوذيين الرأس الشامي. لا خلاص انا اخدت اجابه. راس شامي. احنا لسه بفكر. بقول لك ايه بس ما تفكرش. راس شامي. العب. انا اخدت اجابه. لا يا عم ربنا. راس شامي. راس شامي. راس شامي. هم قالوا البوذيين فهنحسبها لهم غلط. البوذيين غلط. قشطه. انا قلت راس شامي بس. بعد ما قلت البوذيين. واديتك نص ساعه. والله قلت لك راس شامي. لا صح. احسبها لهم. لا احنا اتفقنا. احسبها لهم. لا 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 طبعا. طبعا مش هقولك احسبها لهم. زي بعض والله. معلش يا كينج بالله عليك. بس هل فعلا الحياه صعبه يعني دعكه بالبوذي؟ للاسف. ليه؟ اركن بنت. بص بقى هيعمل ايه؟ ما هيساعدك. اخدها واروح هناك. خلاص والله ما تبقاش عيل مستر. بهزر. ما تبقاش يعني جونيور. اللي هو عايزين مع بعض نطلع المعنى الحقيقي لكلمه الاجروفوبيا. ممكن نكنسل الاداء ده. الشخصيه دي ترميها. طب خلاص معلش يا جماعه. اسف ده استاذ اسف. احنا اسفين. الخوف من التواجد في الاماكن العامه والميادين بتاثر على التنفس، والشخص بيتخنق ما يعرفش يتنفس ولا يزداد الاصابه بالتعرق الزائد. ثلاثة ممكن يحصلوا مع بعض. ان انت لما تبقى في ميادين متضايق بتتخنق فبتتعرق زي طالما هم عرضين. وتعريف يبقى التعريف اللي غلط. وليد عجبني طريقة التفكير. بالله عليك. وارد وارد. ممكن عجبته عشان غلط. بس الابتسامة. هناخد العرضين بسعر واحد. هناخد التعريف ان هو اللي غلط والعرضين معانا ان شاء الله. يعني الاجوروفوبيا مش هي الخوف من الاماكن. مش الخوف من التواجد في اماكن عامة. بلعهم يلا. يلا لوزر. للاسف غلط. بجد والله العظيم. هي خوف من الاماكن. طب ما حد بيخاف من الاماكن العامه هيتعوق زياده ويحس دي تنفس. لا دي التنفس ده غلط يا ضحى. وبيخاف من الاماكن العامه وبيعرق بس بقشطه بيتنفس حلو فشخ يعني اللي هو تمام. يلا يا رجاله تعالوا زنقوني جامد. يلا مديتيشن. انا عايز اخر واحده لو جبتوها. يلا بينا. وده مش بس هيخسركوا درجات. ايوه قول لهم. حب مستر حازم اللي هو مش موجود.
ماشي. الحب اللي مش موجود. ايوه. عن استاذ حازم. لا حاول يتخن صوته معايا. جده وجدته كانوا مدرسين ويورس عنهم حب العلم والتعلم. 2 يعشق الشاي وكل اشكاله وخاصه شاي بلبن. ماشي. عنده حساسيه من الغلطات الاملائيه. انا بص انا ايه ده؟ انا ابدا ان الراجل هناك ده جده مش هو. فكده كده كده جده مش هيتجوز برضه مدرسه. هي هتبقى حاجه يعني بورينج قوي بصراحه. اه شاي بلبن ده 100% ده 100% انا 100% ده وش شاي بلبن طبعا. مستر حازم بيتعصب وبيتجنن يطلع يجري من الغلطات الاملائيه. بيتعرخ برضه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. جد حضرتك وجد حضرتك وجدة حضرتك للاسف ما كانوش مدرسين، كانوا فلاسفه عظام. الله ينور عليكم يا شباب. جدة وجد الاستاذ كانوا مدرسين عظام. كانوا مدرسين عادي يعني. يعشق الشاي بكل اشكاله وخاصه شاي بلبن. ها؟ وفي نفس الوقت بيشيل القشره اللي هي بيشيل القشره. عنده حساسيه من الغلطات الاملائيه. اذا ثلاثه صح؟ الثلاثة صح. لا لا ده ضد قوانين اللعبة يا مستر. اه بجد؟ بس مين اللي حاطط القوانين دي؟ جد حضرتك طبعا. الفيلسوف العظيم. جد حضرتك. جد حضرتك. الكسبان في الحلقة الفلسفية العظيمة دي هو الجمهور اللي هيعمل لايك وشير وسبسكرايب. كل مرة والله كل مرة أنا بستني الجد يقول. يكتب والامتحان سهل للي مذاكر وصعب للي مش مذاكر والحاجات كلها بتاعت المدرسة. قوم تعالى. تلاقي ايه 4 كراتين كده هاتهم لي وتعال يلا. حالتك صعبه قوي. شغلته في انا مش هدي درجات بس دي. انا كل ساوند تايبين جايب لكم. شغلته في الكانتين كمان جايب لكم حاجه حلوه. جايب لكم حاجه حلوه. الفريق الكسبان هو فريق التهكير. خسرنا كتير. فرق كام طيب؟ فرق ايه؟ اصل احنا جبنا اكتر منهم والله في الحلقه دي. ازاي؟ عايز ايه يا بيه؟ انا فانتزنا عليك بسكويت برتقال. اتفضل. عايز ايه يا بيه؟ انا هاخد كحك الصراحه. اتفضل كل سنه وانت طيب. شكرا جزيلا والله. بص خرطوشه ممكن تبقى. عايز ايه يا بيه؟ عايز اشوف عايز توزع تعمل ايه؟ طب يا مستر ممكن اقول حاجه؟ هم كده برضه خدوا حاجتين غير بعض. يعني هم خدوا يخمسوا في واحده والله. ليه 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 صاحبي؟ هدي دي لامي اللي ربت وذاكرت وخلتني اقعد احل النهارده. معلش معلش اتنين بس كبروا. طب هاخد انا منك دي بعد الحلقه. اقول لك حاجه استنى. خد خد لنفسك نفس الكلر. انت ايه البصه دي؟ انت ايه البصه دي؟ نفس الكلر بقى انت عادي بقى.